استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية ومخيم البريج بقطاع غزة. وأفادت مصادر محلية باستشهاد وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب مدينة رفح جنوب القطاع، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف مركزا طبيا في مخيم البريج وسط القطاع.